عودة لكم مشاهدينا من جديد، بدي رحب فيكم وبكل شخص انضم لنا بهيدي الفقرة، وبدي اذكركم انه دائما فيكم تتابعونا عبر www.nbm.com.lb. بهيدي الفقرة بسرني وبشرفني انه استضيف ضيفتي مديرة شركة انطون كرم واولاده للشعر المستعار سيدة نادية كرم اندريا. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك معنا. وفيك وينعاد عليك. ميرسي وعليك. يعني اليوم اللون الاحمر هيك طاغي بالنسبة للميلاد. وينعاد عليك. اليوم موضوعنا كثير مهم، بهم كتار من الصبايا. اليوم موضوعنا الاكستنشن، شعر المستعار، هيدا حديث البلد مثل ما بيقولوا، وكل الناس بتحب دايما تعرف تفاصيل. منك بدي اعرف، في انواع عديده للاكستنشن اكيد، فخبرينا عنهم. شعر الاكستنشن هو هلا ماست هاف فاشن يعني. نحن مؤسستنا ل 50 سنه بهذا الدومين، والبابا معروف كثير بالشعر الاكستنشن والشعر الطبيعي والشغل اما انواع الشعر عم تسالينا، في شعر طبيعي، في شعر مصنع، وفي شعر النايلون. وكل درجه اكيد بتختلف عن غيرها بالنوعيه، بالشغل كيف فيك تشتغلي فيه، اذا وقديش البدايه للوقت، وكيف فيك تتعاملي مع هيدا الشعر. واكيد كل شخص حسب هو شو بيحب طبعا، والناتشورال اكيد بين ناتشورال لوك على طول يعني، واجمل شيء هو الناتشورال 100%. 100%. يعني نحن نشوف قديش مثل ما ذكرت نقطه كثير مهمه، في عده انواع من الاكستنشن، كل صبيه بتكون اكثر صار عندها خبره بالموضوع بتقدر تعرف اكثر. في انواع حتى بكيفيه تركيب الاكستنشن، يعني عندك في اشخاص بيروحوا اكثر للكليبسات، في خياطه وكل هالتفاصيل، خبرينا عن هذا الموضوع كمان اكثر. صحيح، كل ست كيف بتحب هي بترتاح بتحط الاكستنشن تبعيتها. في اشخاص بتحب الاكستنشن بتشيلها وبتحطها ساعات اللي هي بتريد مثلا، ما بتحب تنام فيها. في اشخاص بتحب تخيط طريقه الخياطه، وكمان هي كثير صحيه وبنصح كل السيدات فيها. وفي طريقه التلزيق الجلو او الميكرو سيلاند، كلهم هول طرق جديده كمان ابتكروها، وكل سنه اكيد نحن شو في شيء جديد بنقلها للسيده وبننصحها بالاحرى شو اللي بينزع الشعر، شو اللي ما بينزع الشعر. والاحسن احسن شيء من هدول الطرق كلهم هي الخياطه، لانه اكيد مثل ما بنعرف انه الجلو بده يقطش الشعره شوي، بده يتعبها مع الريموفر. الريموفر اللي هو اللي فيه برودوي شيمي يعني، بده يصير يحرقها اكثر، خاصه اذا كانت عامله كثير اشياء على شعرها، صبغه وهايلايت وتفتيح وما الى ذلك. بصير يعطي مشاكل سلبيه كثير للشعر. طبيعي بصير يعطي رده فعل، وبصير تتقطش وتمغط الشعره وهي ما بتتحملها طبعا. فمشان هيك بننصحها اكيد بالخياطه. بالخياطه، يعني ذكرت نقطه كثير مهمه من شوي، انتم عم تحكي عن الخياطه قلتي انه صحيه، في بعض من الاشخاص بخافوا حتى من الخياطه، بقول لك انه انا اذا حطيتها طول الوقت بشعري كمان ممكن يعطيني علامات سلبيه لشعري، ممكن يتنتف الشعر، ممكن انا عم مشط، انا عم بتحمم، وكل هيدي التفاصيل. قد ايه هون فينا نوضح اكثر للناس انه بالعكس يمكن مفيده انه ما الواحد يشيل ويحط دائما الاكستنشن. صحيح، طريقه الخياطه ليش عم بقول لك صحيه؟ لانه الوزن الاكستنشن كله بيتوزع على الخياطه، يعني ما بنستعمل بس خصله صغيره او شقفه صغيره، لا بنستعمل عدد كبير من الشعر لحديت نثبت خصله الاكستنشن على مش على الراسين كمان، بنزيح شيء نص سنتي تما يضايق الراسين وضلوا يتنفس وما تضل تشد على جلده الراس. أكيد تنسى سيدة تنسى حتى تنسى، وهيك بترتاح هي. واكيد بتاكد انه شعراتها رح يضلوا ما رح يتقطشوا. لا اكيد، وكل مره نحن ما بنخيط نفس المحل، لانه تخيل انت كل يوم كل يوم تربطي شعرك، شو بده يصير مثلا بالجبين؟ مزبوط، بدك تجلحي. دونك نحن مره فوق شوي 2 سنتي، مره تحت شوي 2 سنتي، سو منبدل المحلات هيك بتصير صحيه. كل قد ايه فتره بتصير بتبدل السيد المحلات الاكستنشن؟ كل شهر. كل شهر، كل شهر حسب ما يطول شعرها. في سيدات بيطول شعرهم بالشهر نص سنتي، سو ما بتحس انه طويل. ما بتحس انه بدها القطعه مانتوناس ترجع تشيلها وترجع تحطها، بتتركها. لا بتتركها،
وفي سيدات بالشهرين مره كمان بشلوها بيرجعوا بيعلوها شوي. يعني مثل ما حضرتك ذكرتي من شوي مسيره طويله للوالد وكمان لكم بهيدا المجال، دائما بتسعوا للاشياء المطوره، بتشوفوا شو اللي دارج، شو الاشياء اللي بتناسب اكثر، مثل ما كل هيدي الحياه عم تركض راكد بالتكنولوجي بالتطور وكل هيدي التفاصيل، كمان متابعين هيدا الموضوع بالموضه اللي دارج اليوم للسيدات. كنا دائما بنشوف مثلا في الاكستنشن معودين قبل، بس شوف صبيه شعرها كثير طويل بنقول انه هيدا الاكستنشن، يعني هي كانت قبل فكره الاكستنشن الشعر اللي كثير طويل اكسترا طول، يعني بتشوف الشعر تقولي مش معقول يكون طبيعي. هلا لا، بتشوفي صبيه يمكن شعرها لهون بس حاطه اكستنشن، فقد ايه الطول صار اساسي او يمكن يكون انه منا قاعده؟ الطول منا قاعده، في اشخاص بحبوا الطويل، بحبوا الشعر المتر، بحبوا الشعر الاقصر شوي، بس اكيد قليل يعني الاشخاص اللي بحبوا هذا الطول. حسب كل سيدة متطلبة. مزبوط، مثلا مش رح تحط كل يوم شعر متر، يعني مثلا إذا كانت بتشتغل أو بتروح عندها عملها أو عندها أولادها أو عندها متطلبات إنه كل يوم بدها تقعد تمشي الشعر وهيك، لا، مش كل السيدات بحبوا الطويل. في سيدات بحبوا يعبوا شعرهم، وفي كتير تكنيكات انه تعبي شعرها بدون ما تطول شعرها، اذا كان شعرها خفيف عندك البوستيش اللي هي بتجي مبرومه اللي بتعبي الشعر من النص وبتنزل، عندك مثلا اذا بتحب تعمل جدوله كمان بتغير لوك شعر شوي طويل، عندك البونيتيل اللي هو الكو كمان عندها طريقه بتجمع شعراتها كلهم وبتنزل وبتحطها، هي كتير عمليه للسيدات اللي بيشتغلوا، وعندك اكيد الاكستنشن. وفي كمان اذا كانت غرتها كثير خفيفه كمان، وخاصه اللبنانيات نحن كثير بنشوف لبنانيات شعرهم من قدام كثير خفيف، بنحط غره كثير ناتشورال ما بتبين ابدا، لانه معموله من نوع جلد مثل جلد الراس، مغروزه شعره ابدا، ما حدا بيعرف انه حاطه الست او الرجال كمان. عندنا الرجل كمان انا حاسه بتحط وابدا ما بتبين، وبتغطي لها نص شعرها وهيك، ما بحاجه انه تبين فراغات الراس من قدام. يعني قلتي لاستعمالات كثيره، مين الاشخاص اللي بيستعملوا البستيج اكثر من انه ذكرتيها هلا؟ مين الاشخاص وين بتستعمل ومين الاشخاص اللي بيتوجهوا لعندكم كرمال هيدا الموضوع؟ مش بس الاشخاص اللي بحاجه مثلا لباريكات عم بيعملوا شيميوثيرابي او بياخذوا ادويه بحاجه انه مثلا يهر شعرهم، بحاجه لباريكات. كمان في اشخاص بحبوا يعملوا ريلوكينج كمان، بحبوا دائما التغيير، تغيير مثلا ما بتحب مثلا تصبغ شعرها اشقر، بتحط ويج، او ما بتحب تقص، بتحب شعرها قصير، بتحب شوي تطوله كمان بتروح لعنا. والاشخاص اللي بحبوا يطلعوا على التي في، يطلعوا مسارح كمان، هو الاشخاص كمان بيستفيدوا من كل شيء نوع شعر. يعني عم نحكي على الاكستنشن، انه ذكرت سيره المسرح، في مسرح تي في، سينما، كل هدول التفاصيل، موفيز، افلام، وكل هيدي الامور كمان بيتطلبوا ممكن شوارب، ممكن بيتطلبوا سكسوكه لنقول، او اي نوع من التغيير ينعمل، شعر طويل، شعر قصير، شباب، صبايا. بالنسبه لهيدا الموضوع عندكم بالمركز كيف يعني بتوجهوا لعندكم بكون في هيدي الامور؟ انه عم نحكي شوارب مثلا، انه بتتطلب على المسرح في دور معين، كمان بيتطلب اشياء من عندكم؟ صحيح، نحن كل المسارح والبرامج والمسلسلات يمكن بتشوف قسمنا بياخذوا اذا بدك كاركترات، مثلا تقاتي مثل شخص معروف كان من زمان بدهم يمثلوه، بيحطوا بيستعملوا شوارب، بيستعملوا شعر مثلا، وقت بيعملوا جيزس اوف نازرت مثلا بياخذوا الشعر الطويل مع شواربه، بغيروا اللوك تبعوله، بيستعملوا دقون، بيستعملوا لحي، مثلا عصور قديمه كمان بيستعملوا لها اللحي الطويله، بين بني وشايب، وكل الكاركترات اكيد موجوده، وبتغير لوك كومبليتلي، يعني من مثلا عصور مصر فراعنه من زمان كمان
اذا اشتغلوا كل الاشكال صح. كل الاشكال هذا اللي يتقرب اكثر شيء من الشخصيات اللي عم نحكي عنها. لكن اليوم خبريه حلوه للسيد اللي كانت تخاف من الخياطه، وكلنا كنا بنسمع وبنخاف، يعني انه ما بدي انا اعمل اكستنشن خياطه لانه ممكن تاثر لي سلبي على شعري، وانا اكون عم بهتم وعم بعتني بشعري. فاليوم هيدي خبريه حلوه منك انه بالعكس تجرأوا، هيدي شغله طبيعيه بتصير. واللوك الفريش الحلو هيدا اهم شيء، وهذا بعتقد من حكيك حسيت انه ما في اوفر، بالعكس في شغله قد ما فيك بتروح للطبيعه اكثر. صحيح مزبوط. وكل شيء هلا بجمل المراه هو شعرها، هو تاج جمالها. صح، اذا كان شعرها مش حلو حلوة بالشعر صح، يعني ما فيها تكون، لو كانت لابسه اجمل شيء وشعراتها مش حلوين مش حيبين جمالها طبعا. فهون بدها تهتم بكل شيء ببعضه لتبين. كلمه اخيره قبل ما نختم معك بالنسبه للاكسترجا، او اي شيء حابه تقوليه قبل ما نختم؟ كنت عم بحكيك، عم بقول لك عن الرجل كمان اذا بهمهم انه للاشخاص اللي ما عندهم شعر من قدام اللي بيصلعوا كمان عندنا قطع توبيز فيهم يلزقوها، بينزل على البحر فيه بيسافروا فيهم، ابدا ما ابدا ابدا ما بيبينوا. وإلا ريموفر خاص كمان بشلوه، وكمان صحيه ما بتاذي الجلد ابدا. كيف طريقه تركيبتها او كيف بحطوها؟ في منهم بحطوها بكليبسات، في منهم بيلزقوها، في تلزيق خاص لها، وفي محلول ريموفر كمان بشلوها بدون ابدا ما يضايقوا الجلد ابدا. كمان هيك كشكل طبيعي ما بتبين ابدا. ايه اللي ما بحب ابدا يسلح. صح. هيدي كرمال صار في حلول لكل السيدات شباب رجال كله الحل عندكم صار. انا بدي اشكر حضورك ناديه، واهلا وسهلا فيك معنا. يعني هيك نقلنا الصوره الحلوه عن الشعر المستعار للناس، كل شيء بجمل المراه او الرجل. نحن بنشجع هيدا الموضوع لانه مثل ما قلت تطلع الحلوه بالشكل المرتب بكل نواحيه. طبيعي. اهلا وسهلا فيك معنا، شكرا لحضورك. مشاهدينا بدي اذكركم انه دائما فيكم تتابعونا عبر www.nbn.com.lb. نحن بريك صغير ومتابعين، ما تروحوا لبعيد وخليكم معنا.